ازاي اتكلم كاني موجود في حواري شيكاغو او نيويورك في 3 خطوات. الخطوة الاولى يا جماعة، اربط بين الكلام. كلمتين زي دول بلاك كافي، عندك بلاك اخرها كي وكوفي اولها كي، بدل ما تقول بلاك كافي لا هنقول كي واحدة بس، بلاك كافي بلاك كافي، وعلى فكرة هتبقى مفهوم. سؤال زي what do you do، what اخرها تي وبعدها do اولها دي، حرف التي والدي مخرجهم قريب من بعض فممكن نحذف التي ونقولها كده what do you do what do you do. جملة زي not at all، لو طبقنا عليها قاعدة الربط واللي هي بتقول لو كلمة انتهت بحرف ساكن وبعدها حرف متحرك هنربط بينهم فهيبقى شكلها كده not at all بدل من not at all، تبقى كده not at all not at all. الخطوة الثانية، بعض الكلمات تصغر في اللغة الإنجليزية أو الأجانب أحيانا بيصغروا بعض الكلمات، زي الكلمة دي مش بنقول comfortable لا، مقطع الآر هنا في كتير جدا من اللهجات خاصة الأمريكان مش بيقولوه فبيقولوا كده comfortable comfortable comfortable. أو كلمة زي دي كتير جدا من الأجانب ما بيقولوش probably ولكن تصغر إلى probably probably علشان سرعة الكلام. الخطوة الثالثة يا جماعة، اتعلم بعض التركات الخاصة بكل لهجة، يعني مثلا في اللهجة الأمريكية التي لما تيجي بعد الآر تدينا سن تشين فتقول تري بدل من تري، وتقول تراي بدل من تراي، وتقول ترافل بدل من ترافل. حاجة تانية، الدي لما يجي مع الآر هتدينا سن الجيم فتقول دريم بدل من دريم، وتقول درايف بدل من درايف. What did you هتزود جيم كده بين did you تبقى كده what did you what did you. لما تلاقي حرف T بعد منه حرف الواي زود كده سن تشين كده، مثلا last year last اخرها T وyear اولها Y خليها كده last year last year last year. I sent you I sent you I sent you. Don't you want 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 to go out? I will let you go. I'll let you go. I'll let you go. I'll let you go. How about you? How about you? How about you? How about you? وبكده مبروك عليك انت امريكاني اصلي.